بينما يقارب 17 عملاً نحتياً منفذاً على خامة الخشب حوارية وانسجام، أظهر من خلالها الدكتور الفنان النحات إحسان العر لغة بصرية أنعش فيها الخشب كمادة خام اعتمد وبث فيها بإبداع حيوية وروح ليبتعد عن جمود الحجر والمعدن. سلمى، ويعتبر هذا المعرض الأول الذي يعتمد فيه على خامة الخشب فقط، واليوم رح نحكي أكثر عن المعرض مع الفنان والدكتور النحات إحسان العر رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور إحسان. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني بالبداية، عنوان المعرض هو المنحوتات الخشبية، لنحكي أكثر عن هذا العنوان، ليش اخترته وليش اخترت بالذات يكون كل شيء من الخشب؟ بداية أول شيء صباح الخير لكم المشاهدين. الموضوع الأعمال اللي اخترتها أنه نفذت في مادة الخشب، طبعا مو التجربة الأولى لي في مادة الخشب، لكن المعرض هو الأول اللي قدمت فيه 17 عمل تقريبا من مادة الخشب. الأعمال السابقة اللي مقدم أعمال بالرخام، بالحجر، بالبازلت، بالتشكيل المباشر بالمعدن. الهدف الأساسي من خلال هذا المعمل أني سلط الضوء على تجربة حبيتها، أعمل حوار مع هاي الخامة اللي هي الخشب، الخامة الحيوية، ابتعد عن الخامات اللي بتطلب مننا جهد كبير ليبس فيها عملية الروح مثل الحجر أو الحديد. أما الخشب فهو بتشعري كأنه كائن حي أنت عم تتعاملي معه، فهي الحوارية كتير بتحتاج من الفنان لغة يقدر يتعامل فيها مع الآخر. كيف الإنسان إذا بتعامل مع شخص آخر غريب عنه يحتاج إلى لغة لحتى يتم التواصل معه، فحاولت بهي المنحوتات الخشبية أني أوصل للغة بتوقع قربت أني أوصل إلى مع هاي المادة، أو عفواً الخامة هي الخشب. فالحوار بتصور أني قدرت أوصل فيه لعدة نتائج كانت بالمعرض مبارح. تلقيت النتائج من خلال زملائي الفنانين والنقاد اللي كانوا موجودين، وحشد كان كبير، كتير بحب أشكرهم على هذا الحضور اللي كان كتير كبير فيه. هذه النتائج لمست فيه أنه فعلاً أنا استطعت أني أتخطى عتبة اللغة اللي حاولت أتواصل فيها مع هاي الخامة. يعني دكتور، مثل ما حكيت أنه حاولت يكون مادة الخشب هي عنوان للمعروضات اللي نعرضت بالجاليري، بعدت عن الحجر يلي بده جهد، لقيت في لغة معينة اللي هي لغة ببساطة. دائما الخشب هو بسيط بكل حالاته، سواء كان بالبيت او كان ككوخ. يعني شو كانت الفكرة؟ انت شو كنت بدك توصل؟ شو هي الفكرة بدك توصلها؟ الغاية الأساسية من الأعمال اللي طرحتها لغة بصرية جمالية. احنا متعودين نشوف الأعمال النحتية إن كانت في الساحات أو حجر، في الحدائق أو في المنزل. حاولت تسلط الضوء على هذه الخامة بس فيها لمسة جمالية. من خلال تأليفات نحتية اتخذت فيها أسلوب تجريدي مبسط مبني على توازن، طبعا أكاديمي عارفان شو عم بشتغل، ما بين التوازن ما بين الكتلة والفراغ. السطوح حاولت يعني أعطيها استقطاب للضوء بشكل جيد، وبعض الأماكن في السطوح لونتها من خلال ملمس الخامة. نحن بالتصوير معروفين بالتصوير الزيتي بنلون بالأحمر وبالأخضر وبالأصفر، الألوان المعروفة. أما بالنحت التلوين تبعنا بيكون من خلال ملمس الخامة. فبتوقع أني قدرت أوصل لنتائج فيها منعكسات لمسات جمالية من خلال الأعمال هي اللي أنا طرحتها في هذه الأعمال النحتية. الهدف الأساسي كوني أنا نحات وفي بعض زملاء النحاتين من خلال المعارض التي تكرس في الآونة الأخيرة، لازم نأكد على ثقافة النحت المنحوتة في المنزل أو في الساحات أو في الحدائق العام. نحن متعودين على طول نشوف اللوحات في المنازل، ثقافة المنحوتة ما زالت كثير بعيدة عنا كمجتمع سوري حتى كمجتمع عربي، فلا بد من تكريس هذه الفكر، فكر الفني التشكيلي اللي هو النحت، انه يوضع في البيت في الصالون. ثقافة الهدايا بين الناس وقت بيهدوا بعضهم، مو غلط يهدي الاخر عمل نحتي او لوحة فنية، والسبب الرئيسي مو نحن، هي عملية تراكمية ثقافة مجتمع، لان التصوير الزيتي اسبق الى النحت في بلدنا حتى في كافة الوطن العربية تاريخيا، وعدد النحاتين ايضا هم اقل من عدد المصورين. فان شاء الله بهمتي وبهمة زملائي النحاتين نكرس هذا النشاط ونصل فيه لنتائج نقدر نحقق منها الغاية مطلوبة من الفن التشكيلي على صعيدين. الصعيد الاول هي تلبية رغبة ذاتية لدى النحات أو الفنان التشكيلي. أنا وقت اللي بمارس عملي الفني بحس بمتعة، بس هذه المتعة تكون مزدوجة إنه إذا أنا انبسطت بالعمل الفني وأيضا متلقي كان
مبسوط بالعمل الفني لبنجي. نعم دكتور إحسان، رح نرجع ونحكي أكثر، ولكن خلينا نروح لنتعرف سوا ونحن ومشاهدينا على هاي اللغة الحوارية البصرية يلي أكيد كانت مبارح موجودة بالمعرض ونتفرج عليها مع الزميلة هيا مليس. معرض لطيف جدا، في تجربة كثير مهمة للفنان إحسان العر، في تعامل مع مادة الخشب بذكاء كثير مهم، على فكرة في معاصرة كثير حلوة، في أفكار جديدة خلينا نسميها على الفن التشكيلي أو الرؤية البصرية تبعنا، تعامل مع خشب بحنان كثير بأفكار كثير رائعة. نحن نفتقد هيك معارض بهالظرف هذا. الخشب كمادة كتير مهمة بالنحت، استطاع إحسان يتعامل معها بكل روحانية بكل حب، استطاع يطوع الخشب لروحه، يعمل علاقة حب بينه وبين الخشب، يعمل علاقة إنسانية علاقة روحانية، هي مهمة كتير على فكرة بالفن. هيا المعرض أنا في رأيي بيشكل، في رأيي الفني يشكل نقلة نوعية عند الفنان إحسان، بسبب على أن هناك تقنيات مختلفة، وفي نفس الوقت أيضا هناك تحدي جديد للفنان إحسان، تحدي أيضا في نجد يعني مثلا المواد أو نقل الكتل طيعة جدا بيديه، وكأنه لم نعد نرى يعني مادة لينة جدا ولم تعد المادة صلبة. هو يستطيع أو استطاع الفنان إحسان في هذا المعرض أن يثبت لنا على أنه باستمرار مكتشف، وهذه الاكتشافات لها دور كبير في الحركة التشكيلية في سوريا. يعني بعد ما تابعنا هالأعمال يلي كانت معروضة مبارح بالمعرض، خلينا نحكي عن تكوين المنحوتة، العملية الأولى لتكوين المنحوتة لتوصل هيدا المنحوتة للتصور الأخير أو الذهني أو الفكرة الأساسية منها. خلينا نحكي عن بداية. أول شيء النحات لابد له من مشغل يستطيع أن ينفذ فيه أعماله النحتية، وهي عائق تمام أمام النحاتين غير المصورين. سألت هذا السؤال أكثر من مرة، إنه كيف تبلش بالعمل النحتي؟ هل هو إنه تحط مخطط وتشتغل على هذا المخطط حتى يظهر العمل النحتي بشكله النهائي؟ لا، الفكرة الأساسية ممكن الواحد يبلش بفكرة، ترسم كروكي بسيط لعمل نحتي ويبلش فيه. وضعه يكون حقق الغاية تبعه. أما الفنان التشكيلي لا، على العكس تماما، ممكن يبلش بشيء وينتهي بشيء آخر. فأعمالي النحتية اللي قدمتها في هذا المعرض ممكن حط بالبداية أنا بعض الكروكيات أو الدراسات البسيطة، لكن ولا كروكية قدرت أوصل فيها بالنهاية لنفس المخطط اللي كنت حاطه بالبداية. وهي العملية الإبداعية أحيانا كل ساعة كل ثانية تماماً تتخلق وتتولد من جديد. يعني بتكون في فكرة بتنبع أو بتخلق فكرة تانية. طبعا، وفي نمطين أنا بشتغل على فكر آخر، هو الفكر المفاهيمي بأعمال النحتية السابقة إذا شفتوها بالأعمال المعدنية أو بالأعمال الحجرية. على الكونسيبت المفاهيمية هذيك الأعمال تتطلب الفكر أكثر من موضوع الإخراج العمل بس. صحيح. وحتى الأعمال المفاهيمية تاريخيا موجودة بالنقد الفني، أنه ليس بالضرورة من يقدم العمل الفني المفاهيمي هو أن يكون فنان تشكيلي، لكن عندما يقدم العمل المفاهيمي نحات أو فنان محترف يمزج ما بين الفن وما بين الفكرة، وهنا يتطلب الفكرة أن تكون موضوع هدف أمام الفنان. فبأعمالي لا، اللي قدمت أنا مبارح بالأعمال اللي معروضة بصالة كامل مبارح، كانت الهدف الأساسي تبعها هي اللمسة الجمالية، التأليف التكوين. فمثل ما حضرتك سألت السؤال أنه كيف بلشت أحيانا من كروكي بسيط وانتهيت ممكن بناحية أخرى،
بس على الأغلب 90% لا ما بكون نفس التصميم اللي حطيته بالبداية وصلت له بالنهاية. ولا سيما أنه مادة حيوية. تماما. أنت عم تشتغلي بالخشب أحيانا بعض العروق اللي موجودة بالخشب، العقد اللي موجودة بالخشب توحي لك أحيانا ما بتكون موجودة. تكون صحيح. فنية لحالة يمكن أنت بتحافظ عليها بقلب. طبعا. في مقولة لأحد النحاتين القدماء يقال له أنه كيف تنحت التمثال من الصخر؟ قال له أنا لا أنحت التمثال، أقشر عنه بعض الشظايا أو بعض القطع الحجرية حتى يصل التمثال إلى المشاهد المتلقى. شو حلو هالكلام يا سلمى. أكيد دكتور إحسان، يعني حضرتك حكيت ببداية حديثنا يمكن أنه الفن النحت بشكل عام شوي ما أنه أخذ حقه بالوسط الجماهيري أو الثقافي بثقافة المجتمع. البعض بيقول، بعض النقاد بيقولوا أنه المنحوتة دائما بدها حد انسان له رؤيه فنيه ليفهمها، ما بتوصل بسهوله للاشخاص. هالشيء بنلاقيه بيتجاوز خطوطه مع الخشب، باعتبار الخشب متواجد حوالينا يمكن بالطبيعه، متواجد حوالينا باشكال كثيره، فممكن العين تقلف التكوين الخشبي. هل هذا الشيء ساعد من خلال اختيارك للخشب بمنحوتاتك؟ ممكن هذا الكلام يكون فيه وجه كبير من الصحة، بس هي المادة لا تقف، يعني لا تقف عائقا أمام الفنان. يعني عندما العمل ينفذ في الحجر أو في الرخام أو في البرونز، طالما المعدات نحن في عصر حديث كل شيء موجود، المشكلة الأساسية في عقل المتلقي وعقل الشارع الثقافي اللي نحن موجودين فيه. يعني بحب أكد أو نوه على موضوع كثير هام، نشر ثقافة النحت نحن بالمجتمع عنا. يمكن بالعام 98 كانت بداية الملتقيات النحتية اللي كانت موجودة في ساحات العاصمة دمشق، كنت مشارك في أول ملتقى نحتي كان في قلعة دمشق. هذه الظاهرة، هذا العمل النحتي عندما ينجز أمام المشاهد أمام المارة بالشارع، بيعرف كيف أنه هذا العمل عم يتنفذ، ما مباشرة بيشوف العمل هو جاهز. وبعدين لازم يعرف هذا المشاهد، حتى الطبقات العامة من الشعب، يقدر يميز ما بين فكرة الصنم اللي مسيطر على العقل تبعه وما بين العمل النحتي. العمل النحتي يحتاج إلى كثير من الوعي. بالضبط، في لغة، لغة للتواصل مع العمل الفني. فهي جوانب لازم كثير نأكد عنها، ليس على مستوى عامة الشعب، أيضا يتطلب من بعض فئات المجتمع والمثقفين البحث جديا عن لغة التواصل مع هذا الفنان المبدع أو مع العمل الذي يراه أمامه. إذن لابد لنا من عملية التواصل هي حلقة ما بين العمل النحتي أو العمل الفني وما بين الفنان والمتلقي، لنعرف وين نقاط الضعف بهذه المثلث هذا. وقت نعرف نقاط الضعف وين نقدر نعالجه بشكل مزبوط، احنا علينا واجبنا كفنانين تشكيليين وكاتحاد فنانين تشكيليين وكنحاتين ومصورين ان نعمل. احنا بهالفتره يمكن عندنا اكثر فتره نشاط فني خلال الاحداث اللي مرت فيها. تماما، رغم سنوات الحرب. أكيد. يعني قبل الاحداث يمكن ما كان عندنا هذا النشاط. صحيح. فبالعكس كان عندنا رده فعل بهذه الاحداث اللي عم تصير ببلدنا، لا انه نحن ننتج فن وسوريا ما زالت معطاءه ونحن موجودين وعم نقدم عمل فني جيد. أكيد الإبداع دائما ما بيخلق من عدم، ما بيخلق من فراغ، دائما الإبداع هو موجود. مثل ما حكيت بظروف الحرب هو بالعكس زاد وكبر. قديش روح الفنان بتلعب دور بأي لوحة، بأي منحوتة، بأي شيء. دائما الروح إلى مثل أثر أو خلينا نقول بصمة للشيء اللي مقابله للفنان. طبعا اكيد اول شيء البيئه، فينا نحن عن البيئه الحاضنه نحن اللي موجودين فيها. نحن بلادنا بلاد جميله، انا بالريف تماما، بنشوف الاشجار، بنشوف الطبيعه، بنشوف الجبال. هذا يعني كثير بيفرض وجوده على نفس الفنان. الشيء اللي حاولت انا اقدمه بالاعمال الفنيه الاخيره هو صح اللغه اللي عم بقدمها لغه تجريديه. نعم. لغه تجريديه، لكن بتلامس الروح، الانفعال الروحي اللي بيطرحه الفنان بهذه الاعمال الفنيه لابد من صيغه يطرحها من خلال هذا العمل الفني. نعم. لغة تجريدية لكن عم بقدم فيها لمسة رومانسية. الرومانس نحن بنعرفه بالفن التشكيلي 90% بيجي من الأعمال الواقعية، أغلب الأحيان من الأعمال الواقعية. فإني أنا أستطيع أقدم لغة تجريدية بأعمال فنية، هذه اللغة التجريدية عم بخاطب فيها أو خليتها تماها مع الفكر الرومانسي. فهذا أنا وهذا ما حضرتك عم تأكد عليه، إنه موضوع علاقته مع الروح، لابد من هذا التواصل ما بين أغلب الأعمال الفنية. ليس بالضرورة أن تنتمي إلى مدرسة فنية واحدة، ممكن تنتمي إلى أكثر من مدرسة فنية. فأنا هون إن شاء الله أني أكون قدرت وصلت لهذا الموضوع، وهذا لمسته من خلال أصدقائي اللي كانوا موجودين بالمعرض، كانوا شعرت السعادة بشو موجودة، أنه بدنا نكرس هذا المفهوم، المعارض نزيد، المعارض النحت قليل
لكن موجود ولازم استمر بهمة زملائي فنانين النحاتين إن شاء الله. أكيد، ومثل ما بيقولوا سالي، في ناس بتقول هذا الشيء خشبي ما بيحكي، بالعكس الخشب هو أكتر شيء قادر أنه يكون مرن ويحكي وحكى. أكيد بين إيدين الدكتور إحسان، شكرا لوجودك معنا. ميدها سارة فيكم. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور إحسان، رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين.